المشاريع الصغرى في توزر شاء البعض أن تكون حلولاً بديلة لدفع الحراك الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مجالات أخرى غير السياحة. تعددت المشاريع التنموية ومصادر التمويل، ومن بينها هذه التجارب. بعد جي اوبتي باش نشوف لامبرسيون فيكو هي ناقصة في البلاد عن امبريمري وحدة، دونك بوركو با انا نشوف امبريمي بعيدة على الامبريمري هذيك تعود نيميريك. ثم فوالا ثم امارشي افيك لا كونكورونس نجمو نلقو روحنا شوي، مي في اختيار المشروع وفي انتصاب المشروع ما لقيتش ديفيكولتي في الاداره نتاع البي تي اس. والله بالنسبه لي انا نشجع، علاش لا؟ اللي قادر في مقدوره يحل مشروع، فهمتني، يحل ياخذ كريدي ويحل على روحه. اما كي يحل مشروع لازم يدرسوا اللي حال بجنبي وما معناتها قص المشروع نتاعو ديجا ثم زوز، فهمت ولا ما فهمش معناتها الناس باش تطبع لك برشا باش فهم، ما فهمش مطالب كما قبل. جيت ثم بريود يجي فيها مطالب تكثر الخدمه ومن بعدك تقل. البنك بعثت قدمت اوراقي مخطوش عليه برشا في الموافقه، وخاطر حاجه معنا ماشيه بالباهي وجديده ما عطونيش برشا بوت، عطلتش شوي بركه في السنه في المطريه تاعي خاطر باش يجي من ايطاليا. لان كانت المشاريع التنمويه دافعا لمحاوله البعض بعث مشاريع خاصه، مثلت البعض الاخر عائقا او صعوبه في المعاملات والاعداد المادي والفني للمشاريع. عند هذه انا مش طلعه مره مي كومبليكي برشا. نشوف ان اي انسان يحب يعطي قرض كلك سوا حكومه ولا بنك ولا حاجه، ما تعطي القرض هذاك كلك سوا صغير ولا كبير الا بعد دراسه صحيحه، لان برشا شباب يمشي ياخذ فلوس ويمشي يسكر بها ولا يمشي كذا ومن بعدين مشروع افلاس. هذا افلاس لينا احنا كمواطنين، مش للاندا ولا الغيره، راهي مصلحه. خمسة بلايين تاع شهايد يلزم الشهادة وكل، وفي الاخر معناها وقت اللي كثرت العباد وكثر معناها الطلبات على الحاجات هذي ولت الحاجات بالوجوه، معناها عندك شكون تعرفي يرجلوا لك لاوراقك، حتى الاوراق ولت بالفلوس معناها يرجلوا لك اوراقك تعملي وربي يعلم باش يعطوا ما يعطوش، هذيك حاجه عند ربي.